كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسنة طيبين لكل واحد بقى متابعني وكل أصحابي وكل حبايبي وكل الناس اللي أعرفها وما أعرفهاش وكل المتابعين أصدقائي اللي أنا بحبهم اللي هم بيتابعوني دلوقتي. لكن طبعا أنا مش طالع في الفيديو ده عشان أقول لكم كل سنة طيبين، بس هو ده السبب اللي أنا طالع في الفيديو دوت، بس أنا طالع برضه عشان أقول لكم ليه مش كنتش بنزل فيديوهات الفترة اللي فاتت ديت. بقالي بالظبط أسبوع ما نزلتش أي فيديو، ده بسبب إن أنا مشغول جدا الأسبوع دوت الفترة ديت، والعيد كمان جه وخاصة واشتغلت اكتر وانشغلت اكتر واكتر، فما كانش عندي وقت انزل اي فيديو. ف ثواني كده، حاسس ان انا كل مره باجي اصور في الفيديو ده مش عارف ليه بلبس التيشيرت ده، انا لازم اغيره. التيشيرت ده كويس احمر تقريبا، بقالي فتره ما لبستوش. لا انا بغيره، التيشيرت كده احلى بدل ما انا كل شويه البس الابيض. مش عارف ليه بيجي على عيني الابيض والبس الابيض، مش عارف. ايا كان، الاسبوع الجاي هبدا ارجع تاني للجدول بتاعي، انا هفضل انزل 3 فيديوهات في الاسبوع نفس الجدول بتاعي اللي هو السبت ثلاث وخميس. طبعا في ايام ساعات بتلخبط فيها او ما بعرفش اصور فيديو بسبب ان انا مشغول، فان شاء الله من اول الاسبوع الجاي هحاول ارجع تاني للجدول بتاعي اول ما انا اخلص الانشغال اللي ورايا. عندي اشغال كتيره جدا، الشغل ورايا والاعياد وما الى ذلك، فانا كنت مشغول جدا الفتره ديت، فاسف جدا انا ما نزلتش اي فيديوهات الفتره ديت، وسامحوني جدا بجد ان انا ما نزلتش اي فيديوهات الفتره ديت. تقدروا تتابعوني على الانستجرام عشان انا بنزل حالات والستوري كده عشان تكونوا متواصلين معايا وعارفين كل جديد بخصوص يعني. فتاكدوا انكم تتابعوني على الانستجرام او الفيسبوك او تويتر حتى، اي موقع من دولت عشان تقدروا تتابعوني عليه وتعرفوا ايه الجديد بخصوص القناه وكده. وبقول لكم مره تانية كل سنه طيبين، عيد سعيد عليكم، ويلا اسيبكم بقى تعيدوا بقى وتفرحوا وتنبسطوا، اتمنى تكونوا مبسوطين وفرحانين. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي اول لما انا اخلص الاسبوع دوت، هبقى افضل يعني هصور فيديو حلو جدا. انا بصور بس الفيديو ده عشان اقولكم بكره مش هعرف انزل فيديو في دقيقتين يعني مش عارف، هحاول اصوره، هحاول، هو فيديو حلو ومحتاج وقت عشان اصوره، فمش عارف اعرف اصوره ولا لا. وبس كده، هو ده كان الفيديو النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي. Love you guys، سلام.